صديق محمد أحمد زكي محمد وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصارع الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد الدكتور محمد مختار جمعة مبروك وزيرا للأوقاف. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد الدكتور محمد حامد شاكر المرقبي وزيرا للكهرباء والطاقة المتجددة. العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيدة غادة فتحي إسماعيل والي وزيرا للتضامن الاجتماعي. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصة على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد سامح حسن شكري سليم وزيرا للخارجية. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. شكرا. السيد الدكتور محمد سعيد أحمد العصار وزيرا للدولة للإنتاج الحربي. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.
السيدة الدكتورة سحر أحمد محمد عبد المنعم نصر وزيرا للاستثمار والتعاون الدولي. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. شكرا. السيد المهندس طارق أحمد عبد القادر الملا وزيرا للبترول والثروة المعدنية. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيدة نبيلة مكرم عبد الشهيد واصف وزيرا للدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج. أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد المستشار محمد حسام أحمد علي عبد الرحيم وزيرا للعدل. أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقرار الوطن ووحدة وسلامة أرضي. السيد الدكتور محمد عبد العاطي سيد محمد خليل وزيرا للموارد المائية والري. على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد الدكتور خالد أحمد العالي العايز وزيرا للأنظار. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد محمد محمود أحمد سعفان وزيرا للقوى العاملة. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.
السيد الدكتور علي السيد علي المصلحي وزيرا للتموين والتجارة الداخلية. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد المستشار عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة وزيرا لشؤون مجلس النواب. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدتي وسلامة أرضي. السيد الدكتور طارق جلال شوقي أحمد شوقي وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد الدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيدة الدكتورة هالة حلمي السعيد يونس وزيرا للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد الدكتور هشام عرفات مهدي أحمد وزيرا للنقل. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيدة الدكتورة إيناس مصطفى حسن عبد الدايم وزيرا للثقافة. Thank you.
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أرضه. السيدة الدكتورة رانيا عبد المنعم محمد إبراهيم المشاط وزيرا للسياحة. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أرضه. السيدة دكتور محمد أحمد محمد معيط وزيرا للمالية. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أرضه. السيد يونس السيد حامد المصري وزيرا للطيران المدني. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أرضه. السيد محمود سيد عبد الحميد شعراوي وزيرا للتنمية المحلية. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد محمود توفيق عبد الجواد قنديل وزيرا للداخلية. الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيدة الدكتورة هالة مصطفى السيد زايد وزيرا للصحة والسكان. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيدة الدكتورة ياسمين صلاح الدين فؤاد عبد العزيز وزيرا للبيئة. أقسم
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أرضي. السيد الدكتور عز الدين عمر عز الدين أبو ستيت وزيراً للزراعة واستصلاح الأراضي. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضي. السيد الدكتور عمرو أحمد سميح طلعت وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أقسم بالله العظيم أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضي. السيد الدكتور أشرف صبحي محمد حسين عامر وزيراً للشباب والرياضة. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على نظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضي. السيد المهندس عمرو عادل بيومي نصار وزيراً للتجارة والصناعة. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضي. السيد هشام أنور محمد توفيق وزيراً لقطاع الأعمال العام. أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضي. المادة الثالثة يعين كل من السيد المهندس أسامة علي عصران عبد السيد نائباً لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضي. السيد أحمد أشرف علي كاجوك نائباً لوزير المالية للسياسات المالية.
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيدة الدكتورة منى محرز علي حسنين نائبا لوزير الزراعة للثروة الحيوانية والسماكية والداجنة. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد الدكتور عاصم عبد الحميد حافظ الغزار نائبا لوزير الإسكان للتنمية العمرانية ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد الدكتور عمرو أمين محمد عدلي نائبا لوزير التعليم العالي لشؤون الجامعات. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة. السيدة المهندسة رندا علي صالح المنشاوي نائبا لوزير الإسكان للمتابعة والمرافق. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد المهندس خالد لطفي حسن العطار نائبا لوزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة. بسم الله العظيم أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد الدكتور إيهاب محمد حسن أبو عيش نائبا لوزير المالية للخزانة العامة. أقسم بالله العظيم أحافظ مخلصا على نظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد الدكتور محمد محمد مجاهد النني نائبا لوزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني. أقسم بالله العظيم
أن أحافظ مخلصا على نظام الجمهورية وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة الأرض. السيد المهندس خالد محمود أحمد عباس نائبا لوزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية. أقسم بالله العظيم أنا محافظ على النظام الجمهوري وأنا أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب برعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيها. السيدة نيفين رياض عبد المجيد القباج نائبا لوزير التضامن للحماية الاجتماعية. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة الأرض. السيدة المهندسة غادة مصطفى لبيب عبد الغني أبو زيد نائبا لوزير التخطيط للإصلاح الإداري. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وعلى وحدة وسلامة أراضيه. السيد الدكتور أحمد جاد رضوان كمالي نائبا لوزير التخطيط لشؤون التخطيط. بسم الله الرحمن الرحيم نحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد الدكتور ياسر رفعت عبد الفتاح محمد نائبا لوزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد الدكتور محمد عمر أحمد عمر نائبا لوزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين. بسم الله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيدة الدكتورة إيناس مصطفى حسن عبد الدايم وزيرا للثقافة. Thank you.
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أرضه. السيدة الدكتورة رانيا عبد المنعم محمد إبراهيم المشاط وزيرا للسياحة. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أرضه. السيدة دكتور محمد أحمد محمد معيط وزيرا للمالية. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أرضه. السيد يونس السيد حامد المصري وزيراً للطيران المدني. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أرضه. السيد محمود سيد عبد الحميد شعراوي وزيرا للتنمية المحلية. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أرضه. السيد محمود توفيق عبد الجواد قنديل وزيرا للداخلية. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أرضه. السيدة الدكتورة هالة مصطفى السيد زايد وزيراً للصحة والسكان. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيدة الدكتورة ياسمين صلاح الدين فؤاد عبد العزيز وزيراً للبيئة.
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضي. السيد الدكتور عز الدين عمر عز الدين أبو ستيت وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضي. السيد الدكتور عمرو أحمد سميح طلعت وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة الأراضي. السيد الدكتور أشرف صبحي محمد حسين عامر وزيرا للشباب والرياضة. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على نظام الجمهورية وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة الأراضي. السيد المهندس عمرو عادل بيومي نصار وزيرا للتجارة والصناعة. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضي. السيد هشام أنور محمد توفيق وزيرا لقطاع الأعمال العام. أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة الأراضي. المادة الثالثة يعين كل من السيد المهندس أسامة علي عصران عبد السيد نائبا لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضي. السيد أحمد أشرف علي كاجوك نائبا لوزير المالية للسياسات المالية.
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيدة الدكتورة منى محرز علي حسنين نائبا لوزير الزراعة للثروة الحيوانية والسماكية والداجنة. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد الدكتور عاصم عبد الحميد حافظ الغزار نائبا لوزير الإسكان للتنمية العمرانية ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد الدكتور عمرو أمين محمد عدلي نائبا لوزير التعليم العالي لشؤون الجامعات. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة. السيدة المهندسة رندا علي صالح المنشاوي نائبا لوزير الإسكان للمتابعة والمرافق. أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد المهندس خالد لطفي حسن العطار نائبا لوزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة. بسم الله العظيم الحافظ المخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد الدكتور إيهاب محمد حسن أبو عيش نائبا لوزير المالية للخزانة العامة. أقسم بالله العظيم أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد الدكتور محمد محمد مجاهد النني نائبا لوزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني. أقسم بالله العظيم
أن أحافظ مخلصاً على نظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة الأرض. السيد المهندس خالد محمود أحمد عباس نائبا لوزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية. أقسم بالله العظيم أنا محافظ للقصة على النظام الجمهوري وأنا أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة الأرض. السيدة نيفين رياض عبد المجيد القباج نائبا لوزير التضامن للحماية الاجتماعية. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة الوطن. السيدة المهندسة غادة مصطفى لبيب عبد الغني أبو زيد نائباً لوزير التخطيط للإصلاح الإداري. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وعلى وحدة وسلامة أراضي. السيد الدكتور أحمد جاد جاد رضوان كمالي نائباً لوزير التخطيط لشؤون التخطيط. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة الأراضي. السيد الدكتور ياسر رفعت عبد الفتاح محمد نائباً لوزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد الدكتور محمد عمر أحمد عمر نائباً لوزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة الأراضي. Gracias.